أهلا وسهلا. الموضوع اليوم هو وجع. إذا مش بأكثر الناس 99% منا وأنا منهم، الإدمان. كل واحد منا عنده إدمان، أنت على الدخان، أنا على الخمرة، هيدك هيك، أنا هيك، أنت هيك. أنا عندي إدمان على الكتاب، عندي إدمان على أوشو، عندي هالإدمان يلي ببقى قاعدة بين الناس تتهذب تشوف، بصير بقرا، بفوت على الكتاب، يا اخي هلا بطلع بهالناس ما فيني، اذا بدي اكل، عندي ادمان على شيء اسمه خبز، ما فيني اقلكم، في مطرح بالاشرفي، بس اوصل بيعرف. وما رح اكل منه، انا واصلة على البيت رح نصهم يعني. برجع دخيلك علي، رجعي روح جيب على شيء، بدني اجي يسألوا الاصحاب اكلته. ومن هون وقت اللي شافني ميتشو قال لي انت بدك تعيشي معي، شافني كيف عم باكل، قال لي بتحبي الحياه، ما رح تلاقيها برا يا مريم، تعي لعندي. ورحت عشت معه، مره اطلع بالمرايه وشوف مريم مش هيدي. يا الله، بس مع الجماعه عندي ضعف، كون وحده ما بدي، عم فتش على جماعه، وهيك الهيئه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بدنا ننشل من هالجهل ونفوت بجماعه. هالادمان اليوم بيروح لانه ما جبنا معنا، بس خلقنا ما جبنا معنا لا الخمره ولا الدخان ولا الكذبه ولا السرقه ولا عندنا ادمان. كل واحد يشوف انا شو الادمان عندي، شو هاي شو هاي. فضي البراد عندي ما بحط اكل بالثلاجه، بجوع اكثر. في مره قلت ما بدي اكل اليوم، وطلعت تمشيت في قهوه على اساسين، ولا مره بيحكوني، بيبيعوا همبرجر واشياء يعني مريم ما بتاكلون، طلعوا لبرا يعزموني على الغدا، فوت لعندهم. هي تجربة. في واحد قال لي أنا سأليني أكيد فيك تبطل الدخان، صرت عاملها شي ألف مرة. في واحد أول يوم ما شرب خمرة، ثاني يوم كمان، ثالث يوم ما رأى من حد الأول خمارة ما فيت، رابع يوم كمان، بعدين قال أعفيك يا علي لأنك أربعة أيام مرقت من هون وما شربت، هلا فوت فيك كيس ولا لا طريقة، وأنا هيك وأنت هيك وكلنا، بس مع الجماعة في قوة، يد الله مع يد الجماعة. الكوميون مش كوميونيست، الجماعة يلي 24 ساعة فيها بين كل نفس ونفس، في موت وفي ولادة وكل عمل عبادة مش عبادة، وتلاقي خلص شالوا الكبت وأنت بتفوت بهالطاقة. بس لما بطلع شهر اثنين ثلاثة بلاقي حالي وحدي، بخاف اطلع اتمشى، في مطعم، هيدا في دخان، هيدا في قهوه، هيدا في هيدا في ريحه، هيدا في. طيب بقعد مطرح، هيدا عندنا بالحي انه بتطلع ريحه البن، ما في دخان، بس ما فيني لكم شو بشوف، بحزن قلبي. والله معقوله؟ معقوله رجال بيتاجر ببنته وبمرته وبابنه ما فيك تحكي؟ معقول ابن 12 سنة شو عم بيعمل؟ قلت له تيتا بس إلا للماما تحكيني. قال لي أنا ليش عندي ماما؟ عندي مرة بتفوت على البيت ورجال بفوت على البيت، هولي اسمهم أمي وبيي. ما بعرف وين الحل. شوفوا أهل، بمناسبة أول نكتة لعام 12 قلتها ورح أرجع أتذكرها، لبناني اسمه تين. قال له محشي وليه؟ ليه ما بترفع قضية على شركات التدخين يا تين؟ قال له اللبناني ليش؟ قال له محشش لأنه بيكتبون على كل علبة دخان. نيكوتين. هضم. لحي. حل واحد. شوفوا الاحترام. في شركة بأمريكا وأصله أصله أصله لبناني، اللي أنا دريس هيك دروتس من منطقة الشوف، عريضة عريضة بقرب يمكن العريضة عنا بلبنان. عنده شركة بتبيع كوزماتيكس، بيقوم واحد وبيكتب له مكتوب بيقول له اشتريت علبة ما فيها صابون طلعت فاضية، لموا كل العلب بالشركات اللي عم تنباع، احترموا هالرجال وقالوا جيبوا لي علماء تشوف كيف فينا نعمل مكنه يلي
هيدي فيها صابون هيدي بالغلط ما فيها صابون. فإذا نلقيت معنا الحق شيطان أخرس انتبهوا. بشكركم لما بتنتقدوني وبتنتقدوا الموقع وبتنتقدوا هيك دخيلكم. سبوني قد ما فيكم. قالوا وقفوا البيع، جيبوا عالم وجيب هالعالم وجيب هالعالم. بعدين مرق لك واحد هيئته محشش هون من حمص، شو عم تعملوا؟ قالوا له هيك بقى نعمل. قالوا اسمعوا له. قالوا يا اخي هيدي بلوند يعني بسموها هني بلوند. اسمعوا له. قالوا خليها تمرق كل هالعلم. عم بيحطوا مكنه تشوف بالطاقه، رح تكلفكم، رح تعرفوا هالمكنه رح تعرف الانرجي تبع الصابونه من الانرجي تبع الطاقه يلي المكنه رح تقول. مثل ما بتمرق حبلي معك بنت او صبي، معك هيك ابنك هيك معك. نكتي لابو العبد ان شاء الله انساها. بعدين قال لهم انا رح احط طريقه اهين من هيك وما بتكلفكم كثير. حطوا مروحه. هالمروحه بتطير العلبة الفاضية، تكون بقوة هالعلبة الفاضية. حطوا مروحة بالمعمل اللي عم بيعمله. مرقوا مرقوا، ترك، مرقوا مرقوا مرقوا، كبوها. قال لهم هلا شوفوا مين في واحد معكم بهالعمال يلي ما قدر يحط هالصابونة. هيدا خينا. قال انا صاحب المعمل الحق علي، في واحد هون ما بنحبه. قال له ايه. اخذوا عجله. قال له اوقات بمرقه فاضي بس مش دايما. قال له سامحني مين في يعملها هيك؟ نعالج الاسباب. منا هينه ابدا، منا هينه انك تغفر لانسان قتل لك حدا، سرقك، كذب، تنافى. بس ما في غير حل، ما في غير حل. بدك ترجع تقول تعلمت الادب من قليل الادب، هيدا كانت السببيه تبعي يسرقني ويكذب علي ويعمل هيك. خبرتكم طبيب سنين معروف بلبنان وارمني وشاطر، ما بقدر لكم قديش اخذ تيسوي لي سناني وما عملوا. وانا دائما اعطيه بعدني. قال لي بدي بعد 150 الف دولار جاي من امريكا والامكانيات موجوده. بعدين في وحده يلي كانت عم تسرق عندي ببيت السلام عرفتني على برنار هيشي، اخذ 10000 دولار غير لي كل سناني وقال لي انه في سرطان عم نزرعه بسنين، بس انا عم انتبه عم بشتغل مع واحد هيك 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 بامريكا. اقل من غيره كذب. هولدا كلارك توث تروث، روح كل طب السنين شكر لبشار الاسد كمان بعت ناس تتعلم برا، عرف انه هيدي حقيقه. كلنا عم نحط اتس نوت وات يو ايت اتس وات يو ايت. ولحوي معي على البرنامج طلع هون، انا رحت امريكا وصورت معه طبيب اوباما شخصيا. مش المهم هوليوود سمايل ومبيضهم، هو كان جراح، طبيب قلب، طبيب تجميل، صار معه سرطان. ادوارد هاتون راح لعنده حتى يصح، قال له اتس نوت وات يو ايت، مش شو بتاكل بس بشو عم تاكل. انتبهوا. فإذا بدنا نعالج السبب، إذا عرفت السبب ذل العجب. في حدا بيكرهني بالبيت؟ ليش عم بيكرهني؟ حسد، غيرة، في مرض، هو ليش عم بيسرق؟ حرام كبير هيك كان عندي بالبيت، بيعرف يسرق، بيعرف يعمل هالكفة، ليه؟ عنده مرض خلق فيه، بده مليون سنة، بده سنة، بده لحظة بيوقع، بس مع السلامة ما بقى تفوت هالبيت. ما بدي شك بغيرك يعني، ما بدي شك بنفسي حتى. ما بقى خلي مصاري بالبيت. انا ما راح عايشه وحده، بترك مال بالبيت هلا. بركي بركي. ما بعرف استعمل الكريدت كارد. بامريكا انليمتد كان عندي كريدت كارد. هيفا الفيصل، شو ما بدي اسال. ما كنت اعرف، مطرح ما اروح، بالكاش. كتبت لي بيت باسمي، كتبته لغيري وجيت على لبنان. اطلع وسائل الاعلام. كان حاكم هون غازي كنعان، تعرفت عليه مش صدفة ابدا. نو اكسيدنت باي اكسيدنت. قال لي يا امي اطلب اللي بدك اياه. قلت له اعلام. اجا بيير الظاهر لعنده كان بفرنسا. امرك سيدنا. قال له انا وسيمون الاسمر بالخدمه. قال له امي بدها تكون بالاعلام. قال لي الاعلام اليك. قالوا له اذا حكيت الجمعه الاحد ما في حدا بالكنيسه، هالقد مسيحك ضعيف بدها تشيله. ها طلعت على الجزيره. اجا احمد منصور
قلت له ليش جيت لعندي؟ قال لي جزيرة وهيك. قال لي من سنتين فت على البيت، مرته اسمها مها، قالت له لقيتك عم تحكي ومها سكوت. قال لي شلت قلم وورقة، عرفت عم بتقولي شي مهم. أيدت رقم تليفون البيت عندك. سنتين ببرم بهالعالم عم بيحكوا عم تحكي إلا أمة العرب. جاي لعندك وحطيت هالتليفون رقمه هون بجيبته، وراحت هيدا على الغسيل كم مرة ومنح الحبر، منح رقم تليفوني، مشان هيك تلفت لك. طلعي معي، قال لي هلأ رايح عند وليد جنبلاط، بدي بعدين أنت تكوني معي، بس دخيلك ما تحكي شي يعني. طلعت معه، كنت تعلمت على الأوربت وقتها، طلعتني بنته للملك اليوم. قالت له إذا ما هي طلعت معنا صحيت من وراها. قال لها بس هيدي بدك تنشرنا يعني طق الاقتصاد السعودي. قالت له لا، وغنوجي تبيع. طلعت، قالت لي رح تكتبي تبعت ورقي وبتحكي اللي بدك اياه على الهوا. صرت كل ما بدي احكي ينكزني، قال لي هلا السعوديه، هلا السعوديه، لا ما فينا نقولها، ما فينا نقولها تحت الطاوله. بقى انا عم بحكي، قلت له ما رح اقدر اقول كل شيء، هذا رقم تليفون البيت. هيك تلفن وجهه. طلعت على الجزيره، وقت قالوا لا لا البسي هون هون هون. طلعت على الجزيره اخذت معي كتب واخذت معي اشرطه كثير. قلت له احمد اقعد بعيد تقبرني، لانه حلا ما يكونوا يدقوا فيك هالكتب، حلا ما يكون قريب علي، قعدت هيك بعيد. وعطاني الهوى، انا اول ما عطاني الهوى نشرت الهوى بالالاف وبالياء. هو يمسح عرقه ويجي هيك يقول له ما عم توقف التليفونات كلها والفاكسات عندنا. بشكرك. حاكم قطر شو عم تعمل اليوم؟ قال لهم عم تحكي تتحمي العيال وعلينا بدفع المال، اتركوها تحكي. وهيك الجزيره اتركوها يا خيي، خضت العالم. خليني اقدم برنامج، قالوا له بس شو بنحط قبل البرنامج؟ قال لهم بتحطوا مساجد لها تاريخ، واتركوها تحكي. المساجد تسجد للحقيقه، هالمره عم تقول الحقيقه. وهيك طلعت على محطات كثيره. اذا بدك حاكم قطر دبي، حاكم دبي الامارات، قال لي هيك شيك من بنت بكي. قلت له بتعطيني حريه؟ طلعت لعنده على التلفزيون، لانه مرتين ثلاثه اربعه ما بعرف، وهالناس تقول اتركوها اتركوها تحكي. قال لي لا، قلت له انا على نيو تي في، بتعرفي انت خليل؟ قال لي ايه. بنعطيك، هن عم بيعطوني 150 الف دولار بالشهر. قال لي بعطيك 20 الف رجعي لهون. رجعت قبضت شهر، وقد ما بدفع على هالبرنامج قليل، لانه اعطاني الحريه. مشان هيك هلا بطلب من ليبيا يتركوا سيف الاسلام يعمل ويحقق هالحلم بالجبل الاخضر، حلم بيو. قال لي هيدا حلم بدي قبل ما اموت يا مريم يكون، و10 مليار دولار على جنب لهالحلم محطوطين، مش باسمي، اذا مت مين بدي ورثهم؟ يعني بدنا حوالي 500 شخص اقل شيء مثلك. نحن شي 10 بأمة العرب، كلنا بنروح بنعيش بالجبل الأخضر وبنعمل المدينة الفاضلة ويلي رسمها من لبنان من بيت قهوجي، خيو مخرج بالألبسي. أنا أخذتها لمعمر قلت له هاي المدينة، كلنا بنعيش بلا مال، ما في مال، ما في ورق، مثل بيت المال كيف عاشوا الخلفاء. شو ما بدك؟ سيارات، طيارات، مطار، كل شيء فيه، في جوا لجنة مجلس شورى هن اللي بيهتموا. مدارس برا وجامعات ما في ابدا، تتعلم من هالمدينه الفاضله، الفضل للفضيل، ذره صغيره. كلنا اللي عم بيحكموا بيكونوا خلفاء مش اقل، خليفه مش جيفه. كل واحد مهدي، اللي بيهديك يعني اقل شيء فلس الارمله. كل واحد منكم شوفوا كيف فينا نعمل هالمدينة، المال متوفر بس بدي العقل والعدل والحكمة. السلام عليكم. 11 3 واو واو جوا بتصير في عنا علم خاص بشيء الكبد، كلنا عنا هالمرض اديكشن. يا لطيف اسألوني إلي. فإذا ما بقى بصير عنا، بصير عنا مضغ المي، مضغ الريق. الكتاب اسمه باور ايتينج بروجرام، باب ابنه بعده طيب يلي عمل هالكتاب. بيو كان من اليهود اللي اخذهم هتلر تيقتلهم،
وقال له نحن إبراهيميين، وبالإبراهيميين وبالحنفيين في سر المضغ مثل عند الإمام علي. هيك رايحين نموت. قال له هلا رايحين نموت بيننا بالمضغ. قال له أنا بدي أمضغ 1200 مرة. هيك قال بعد الشمس مضغ خبزة 1200، جيبوا لهم بصلة. قال له واحد أنت مسلم بسرعة؟ قال له ما بعرف بس هي عم بعملها. اختفى، يمكن زاد حاله، شاف حاله بالأهرام بالخطف والخطوة بأمريكا. ابنه بعده طيب بيعلم باور ايتينج بروجرام. فاذا وقت قال بالمضغ ومضغ 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 بشيل كل الامراض من بني الحجاز وما بخلي طبيب، فوتوا بالمضغ 32 مع 32 بتشيل كل الادكشن، كل الادمان، ان كان ادمان على المال او ادمان على الشهره او ادمان على الجنس، ادمان عمره 80 سنه بعده قبضاء يعني كلها. هيدا ديرتي اولد مان. بعدنا دون مستوى الحيوانات. الحيوان ما بده شهرة وبهرة، الحيوان ما بده أبراج. أرحنا يا بلال، بلبلنا وقت اجى برج بابل، رجعنا هلا كله خفات عراب، بنايات بيروت كلها بتروح إذا مش اليوم بكرة، خلص كل من عليها فان. تعود نفوت لجوا هون الإدمان الداخلي، وصير حسيب ورقيب على نفسي. اوكي. وقعد بجوره لانه قوي كثير، ما فيني اقول لكم شو قوي الشيطان، يا الملعون اللي عنده. وقعد بجوره ما تحس بذنب، انا سمحت لك. تسير انت وياه، تحدث انت وياه، ما هو كمان شيطان رجماني، بده يكون رحماني مثل ما عملت رابعه، ضليت تحبه تشفط الله في ايه؟ قالت له اذا حبي الك خوفا من جهنم حرمني منها، واذا حبي الك طمعا بالجنة كمان، وهديك حرقني بنار. بحبك لأنك أهلا لداك. لو بتشوفوا كلمة إياك شو حلوة يا حبيب قلبي، شو العلم إياك أو داو دي سستينر. كيف قدر يقول الحبيب مكتبة الأقدار انفتحت كلها؟ نحن مش أقل. فإذا كلمتين صوم وتصحوا، مش بس إنه صوم عن الأكل، لا صوم عن الشهوة، عن الكذبة، عن هيك انه انا ماني جوعانة ليش عم باكل؟ لانك ايدي معودة تلق وتجق وترق. طيب انا نعسانة ايه؟ نامة. تعبانة؟ ارتاحي. عطشانة؟ اشربي. جوعانة؟ ابني 3 سنين بيعرفون، ابني 8 سنين ومنك عم تعيشوا. بالجماعة في غرفة اسمها سموكينج تمبل، معبد الدخان. بتفوت للدخين. في كلمات مكتوبة على الحيطان وفي واحد عم بدق موسيقى. شفتوا هاي الموسيقى اللي حطتها جيزيل على اللون على الموقع؟ كل طن هيك. في واحد قال لي دخيلي بحب اسمعك بس هالموسيقى عم تزعجني. قلت له اسمعها. بعد 3 4 ايام حكيني 3 4 ايام صار يستفرغ وجاي سهيل وجاي. قال لي مريم ما بقدر اقول لك شو صار فيي. عم تفتح لك 7 مقامات. على الموقع بيت الله في حوالي 200 موسيقى. شوفوا كتاره، أنا عشت معه بنامه بالسيارات. وقت إجا لعند أوش قال له شو جاي عندي؟ روح زين العالم بالموسيقى اللي عندها، ما في مطرح النام، يا بنام بالسيارة يا بتنام على الطريق. كتاره هي يعني شوف هالصوت اللي عنده هالموسيقى. قال له صمتك يلي عم بيعطيها مش الناي، الوجود كله عم بيغني من خلالك. فإذا كل واحد منا اليوم عنده إدمان هيك يرافقه، معلش إذا وقعت فيه، معلش في نهار ما رح توقع. قال أول يوم وقعت بالجورة، تغير كون وقعت بالجورة خلصوني مش وعد الله، ما بقى طاعت الإبرة ولي كل يوم عندي بجورة، قال ما كنت عارفة. تاني يوم وقعت يا أختي ما امبارح خلصناكي. لشو رجعت وقعت؟ ما بعرف، رجعت وقعت حق رئيس البلدية. هي رئيس البلدية كان لازم يسكرها، هو كله منه وقعت على البلجورة. خلصوا، ضلت نظف الثياب ورحت على الشغل. ثالث يوم
بدي اشوف اذا كانوا صلحوها، بدي اشوف اذا صلحها رئيس البلديه، لانه انا من وراي يعني اقعد في اجى واحد قال لي بدي صورك هون، بدي اخذ صورك لوني ولوني، بدي استعملك، ما بدي بفرجي الناس انه في جوره، ما هو انت واقعه فيها. دخيلكم ما بقى اوقع بالجوره. واحد خلص. رابع يوم ما رأيت هيك حول الجوره، خامس يوم غيروا الطريق. من اول يوم ما فيني غير حدا، ما فيني سد ولا جوره بلبنان، ما فيني اقنع ولا هيدا حزب. في حد بالبيت بالبنايه انا عندي بوجهي في حزب 14 ما ادري ايش بيقولوا له، في هيك من هالاحزاب، واحد من بيت فرق مدري مين هن سعاد وواحد من بيت فرنجيه بيلتقوا هوني. مره شفته لسعاد قلت له ليك قبل ما تخلق انت قبل خلفك امك وبيك انا بعرفك، قال لي ايه خبروني، امه وبيو كانوا يتحكموا عند بيي. فرنجية قلت له هيك عم تحكي سياسة؟ حميد فرنجية بيك، لو ما بيك بي ما قدر نزل على بيروت، بي طبيب أرمني وتجوز بدوما مرة من دوما أمه، هيدا أرمني يعني ولو طبيب لازم يقعد برات العاصمة. صار عنده أربع أولاد بي، بقوم خالي خي أمي طبيب بلاد الكرة والبترو أوكي من الدولة موظف، راح لعند حميد فرنجية قال له صهري عنده أربع أولاد وما عنده مدرسة بالضيعة بده ينزلهم على بيروت. حميد فرنجية ما سأل حدا، قال له صهرك صهري مضى. وأنا هيك كنت بالعشرينات من عمري، وكان سليمان فرنجية جده لسليمان الصغير كان وزير داخلية، وأنا رايحة هيك وعم ترتب شعراتي مثل العادة ومدري شو هيك، والمرة بهيك عمر حلوة مدري شو بدي أمضي. اسمه أحمد السباعي، تاري شافني فرنجية قال له هل جيبها لعندي، قال لي بتعدي هون ما بقى تجي انت لهون، شو الورق اللي معك؟ قلت له، قال له مضي لك كل شيء بدي اياه ولا بقى تجي، قال لي هو بس يشوفوا وحده هيك انت فلان فلان، قلت له ايه، قال لي خالك واهلك واهل امك كلهم اصحابنا، كان عندنا ولاء خاص لبيت فرنجيه ولبيت الجميل. بي مره بالليل تلفن لبيير الجميل بيك لامين الجميل، قام من البيت ولاقي بي على الفرماشيه، قال له خي من وين خذ هيدا الدواء وهيدا الدواء، لك لو عطى سم بيك سم كانت الناس تصح. سولانج بتعرفي بشير جميل شو عمل بهالمره، ما فيني انساك يا حبيبي. مره مدري شو انا على التليفون قالوا لي بدي احكي على صوت لبنان، قالوا لي انتبهي ميتت بنته، وانا طلعت وفقعت لك يا خطاب، قلت له أنا هون وفي غيري أيتام، بابا جدو الحق عليكم، باشو قلت. كان في جريد مجلة اسمها الحسنة، أنا بكتب آخر صفحة، ألو، مرة مع الحمار، مرة مع الكلب، مرة مع هيك، وعملت ألو مع بشير جميل، تلفن قال لي ما استشرتيني، ليش ما استشرتيني شو بدك تحكي؟ قلت له لبنان كله بإيدك، سألتني شو بدك تعمل فيه؟ ولو كنت رئيس جمهورية؟ سكت. وكنت جاية من الإذاعة، وقفوا السيارة، نزلت مرته سولانج قعدت ورا، قعد حدي ووصلني على البيت. قلت له ايه معك حق. هيك شو عم يعمل ابنه؟ شو عملته؟ ماشي ايه؟ النجيب لا ينجب واذا انجب اعجب. مات الحلم كلنا حسيناه وقت اللي انقتل بشير جميل، هيك. شي راح منه. عملنا صيحه باسمه او هيك وحطينا له. حطوا علم أبدان وأديان، وإلا الإدمان رح يضل فينا مدى الزمان، من آدم وحواء لليوم إخوة عم تقتل بعضها. مين قتل مين؟ يلي ذبح البقرة، ذبح الحيوانات، ذبح خيو. خيو كان يقدم بقوليات، نعم، لله، وهيدا يذبح. شو معنى الضحية؟ بذبح لي مليون خروف؟ حيث لا ماء ولا كلأ ولا نار، ما شافوا نار ببيته للحبيب ثلاثة شهور، لحم قديد هالقد بالشمس مرة في الأسبوع، تلت قبضة ليل، رجعوا إلى علم الأنبياء مش علم الأغبياء. كل هالمدارس والجامعات، مدارس مقاصد ما جامع ما ساجد معابد مطاعم، كل ما 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 بدي هنا، ما في ماما حتى. كلها جمعية الإنسانية والخيرية والمنشدين ونحن على بعضنا ومنلم هيك ومنشحد ومناخذ ومنعطي، ما بديها، كلهم كذب. أنا متكن صدقت كان في نجلة صعب وزهي سلمان، بس هودي بقلبي
ومن بعدهم بس تنقعد قدام حاملين حمراء وكحلوا بودرة ونحكي أيها الحفل الكريم أهلا بكم ونهز بعد فيك تهزي إيدك يا ليلى خلاص هزيت العالم بسخافة أكثر من هيك سخافة ما في هاي جمعية إنسانية لو عملنا جمعية إنسانية وحدة وصلنا لها لو العلم وصلنا له لو الدواء بيشفي وصلنا له من كذبة لكذبة أكبر لكذبة أكبر لكذبة أكبر تنسكت هالكذبة خلص هيدي حرب سيفل وور جوا هيدي الحرب عم نتحارب من جوا كل واحد مع مين بدي يكون قلب خابض على الجمر بس إذا بدك تكون مع الحق أيها الحق لم تترك لي صديق إذا 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 عندك صديق أنت من أغنى الأغنياء وإذا ما عندك بتكون مثل خايف عايشة وحدة ببناية ما فيني إلكن أي بناية وما فيني إلكن أهل الحي كلهم هاي ما بقى في حياة قال له سبحان الباقي بالحي قال له سبحان الحي الباقي قال له لا الباقي بالحي ما عدا باقي بالحي الشاطر اليوم عم بيفل أمريكا كندا وين خصوص المسيحية لا عم بقتلونا المسيح منه مسيحي ولا محمد محمدي ولا علي علوي ولا أنا جسد ولا أنت جسد ولا أنا أنثى ولا أنت ذكر هو كلهم بيموتوا فوت علي ما بيموت هوني عرف علي من عرف مش هوني عم نصرف مليارات الدولارات ولا هاي ميل البترول يعني ميل الرسول مش عم نعمل فيه عطول الرسول اللي حامل رسالة بأمة العرب ما حدا حامل رسالة واحد وحده بيت الله كلنا جوا كل واحد عنده رسالة بتفوت على بيت الله تقعد بتقرأ اقرأ أيها العربي ما بيصير ما عنا ضمير بدون كتاب مكتبات عم بتسكر بلبنان وعم بينفتح ما طاعم ما أنا مثلك بحب روح أقعد بمطعم يا أخوتي ما في هيدا عم بدخن مرة عم بتدخن سيجار قلت لها كلمة كلهم نضحكوا قلت لهم يا عمي بأمريكا عملناها كيوكمبرز أر بيتر ذان مان غنية ساكن معنا كارل أنتوني رح يجي على دبي رح يطلبوا قاعد بغني تترين كل الغنينة كان بي عنده أربع أولاد بس يجي جدة بيو لما تعمل من وين يده قال ده مش بعياك تحكي تركي بيت في السيجارة ممنوع كان عيب اليوم البنت اللي ما بتدخن منا على مود بدها تكون تري شارمانت يعني لازم تدخن انتبهوا كل واحد منا ما بعرف وين هي بركي بكره اطلبوا هيك دعاء حلو كثير عم يدعي الكلب حلو كثير بكره بتشوفوه لحوم هيدا دعاء حلو وبكره بنلتقى بهالدعاء Thank you.